بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه. حياكم الله طلاب وطالبات مدارس العلوم الإبداعية من الصف التاسع. أنا الأستاذ مصعب، إن شاء الله سنشرح مادة الفيزياء بإذن الله عز وجل. سامحونا على هذه الظروف، لكن نسأل الله أن يخلص الأمة والعالم أجمع من هذا البلاء الذي وقعنا فيه جميعا. ويا جماعة، والله ما أصاب الإنسان من شوكة إلا بذنبه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم، وهي الأولى من الخمس، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. والطاعون مصطلح بدلالة السنة على الوباء، فنسأل الله أن يخلصنا من هذا الوباء. ويا جماعة، الله نكثر الأوبة إلى الله والتوبة من الذنوب والمعاصي، ونعود إلى الله بحق يعني. وبعض هيك النصائح السريعة إن شاء الله عز وجل: يا ريت نكثر من شرب الماء الدافئ، لأنه أول خط دفاعي للفيروس. ونكثر من الرياضة والنوم الكافي والنوم باكرا، إضافة إلى كل الفيتامين سي والحمضيات وإلى آخره، والجوز واللوز وهكذا. طبعا في شغلة كثير مهمة يا جماعة، كثير الأطباء بيحكوا عنها، اللي هو عدم التوتر والخوف والقلق. نتوكل على الله عز وجل ونأخذ بالأسباب، ويفضل ما نستمع كثير للشائعات والتعرض للشمس عن طريق الشباك وهكذا. وقبل كل ذلك، يفضل عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى. الله يجزيكم الخير ويحمينا جميعا. سامحونا على هذه المقدمة، لكن كان لابد منها. نسأل الله أن يحمينا جميعا ويحمي الأردن. طبعا الأردن يا جماعة قام بإجراءات لم يقم بها أي بلد آخر، فجزا الله أهل الأردن خيرا. إن شاء الله سنبدأ في الدرس الثاني من الفصل السادس من مادة الفيزياء للصف التاسع، ألا وهو كمية الحرارة. طيب، بلشت القصة يا جماعة من عند الأخ جول. تمام، هذا في عالم اسمه جول، درس تحويلات الطاقة بين صورها الثلاث: حرارية وكهربائية وميكانيكية. نشوف احنا مثال عندنا يا جماعة. شوفوا هون، هاي أول شيء رموز الطاقة. هاي طاقة ميكانيكية، كهربية، حرارية، ضوئية، كيميائية. شوف هون عملنا طاقة، عندنا عبارة عن طاقة ميكانيكية تحول عندي عن طريق زي الدينامو، هذا بسموه، وبتحول لكهربائية، بعدها بتتحول عندي لحرارية، بعدها بتضوي عندي الضوء مباشرة. هنا مثلا حطيت مروحة، راح تتحول من كهربائية إلى ميكانيكية وهكذا. هاي تحولات الطاقة، هاي هي اللي درسها جول. طبعا جول درس بالتحديد تحول الطاقة الميكانيكية. طبعا خلينا احنا بس بهذا الشق فقط، درس بس تحول هذا. خلينا نشوف هذا التحول يا جماعة شو سوى. صار يقول إذا جسم مبذل شغل ميكانيكي، تمام، بروح هذا الجسم بيفقد سعرات حرارية. طبعا إذا بذل 4,186 جول، تمام، بيبذل عندي واحد سعرة حرارية. يعني مثال، هاي البنت قاعدة بتسوق بالبسكليت، تمام، طبعا هذا انتهينا منه. البنت قاعدة بتسوق بالبسكليت، بتعطي طاقة ميكانيكية، بعدها بتطلع عندي طاقة حرارية. فهي قاعدة البنت بتبذل سعرات حرارية، فبعد ذلك راح يصير الجسم عنده حرارة، هاي الحرارة، ثم بعد ذلك تعرق شديد إلى أن تفرغ طاقة الجسم بعد فترة من الزمن يعني. هاي مثلا شوفوا هون كيف صار في تعرق الآن، ثم بعد ذلك فرغت طاقة الجسم، فبدك تعطيه طعام عشان يعود الطاقة من جديد. هذا هو اللي سواه جول بالتحديد في موضوع الطاقة وتحولات الطاقة. فاستنتج شيء سماه مكافئ حراري، وأطلق عليه وحدة الشغل. شو هو؟ اللي هو اللي راح نشوفه إن شاء الله بالشريحة القادمة. طبعا قبل ذلك حكى عن موضوع كمية الحرارة. شو هو كمية الحرارة؟ كمية الحرارة هي مقدار الطاقة الحرارية المنقولة من جسم لآخر. تذكروا حكينا الحرارة أو درجة الحرارة هي خاصية للمادة، أما كمية الحرارة هي طاقة حرارية منقولة من جسم لآخر. شو سوى جول يا جماعة؟ صار يقول لك إذا بتبذل 4,186 جول، هذا يعني إنك عملت واحد سعرة حرارية، والسعرة الحرارية مشهورة عندكم جميعا. طبعا هي لا تتعلق بمادة معينة، بل كل المواد فيها سعرات حرارية، حتى الإنسان كمان بيبذل سعرات
حرارية، مثلا بقول لك هذا الطعام فيه سعرات حرارية كذا، إذا عملت هذا التمرين في الرياضة بفرغ سعرات حرارية كذا وهكذا. طيب شو العوامل اللي بتعتمد عليها كمية الحرارة؟ عندنا 3 عوامل. كمية حرارة أي جسم تعتمد على 3 عوامل، أول شيء الكتلة، بعدين الحرارة النوعية للجسم، بعدها التغير في درجة الحرارة. يعني كلما كانت عندي الكتلة أكبر احتجت إني كمية حرارة أعلى. طب الحرارة النوعية رح نتعرف عليها إن شاء الله بالفيديو القادم، نشوف هاي التجربة جميعا إن شاء الله. اسم التجربة: السعة الحرارية النوعية. طيب أنا راح الهدف أمشي شوي من الفيديو، لكن فكرته اللي هو بده يتحدث عن الحرارة النوعية، بده يعمل مقارنة بين الحرارة النوعية للمواد المختلفة. جاب عندك رمل ومي نفس مقدار الكتلة، كميتين متساويتين، وحد الكتلة وحطهم تحت نار. أجا أول شيء قاس حرارة المي قبل كل شيء، طلعت معاه لاحظ 25 أن درجة حرارة الماء سيليسيوس، والرمل قبل التسخين تساوي درجة حرارة الغرفة. والرمل برضه 25 سيليسيوس اللي هي درجة حرارة الغرفة اللي هو موجود فيها. الآن شو بده يسوي يا جماعة؟ بده يسخنهم بنفس المقدار. خلينا نشوف التجربة. 25 سنتيغريد. نسخن كل من الماء والرمل باستعمال لهب بنسن مدة 5 دقائق. نقيس درجة الحرارة لكل من الماء والرمل، فنلاحظ أن درجة حرارة الرمل تساوي 60 سنتيغريد، وهي أكبر من درجة حرارة الماء التي تساوي 35 سنتيغريد. لاحظوا يا جماعة نفس الزمن، لكن الماء 35 سيليسيوس وهذاك 60، ففي فارق بين على النوعين. الرغم من كونهما سخنا المدة الزمنية نفسها ولهما الكتلة نفسها، نترك كل من الكأسين يبردا مدة 10 دقائق، ثم نقيس درجة الحرارة لكل منهما، فنلاحظ أن الرمل برد بصورة أسرع 25 سنتيغريد من الماء، وبقي الماء محتفظا بالحرارة 30 سنتيغريد مدة أطول من الرمل. النتائج: ترتفع درجة حرارة الرمل أكثر من الماء، ما يدل على اكتساب الرمل كمية من الحرارة أكبر مما اكتسبه الماء، ويفقد الرمل الحرارة أسرع من الماء على الرغم من تساوي كتلتيهما، ما يعني أن الكتلة لا تؤثر في السعة الحرارية النوعية، ويمكن الاستدلال من ذلك على أن هذا أهم شيء يا جماعة. السعة الحرارية النوعية للماء أكبر من السعة الحرارية النوعية للرمل، وهذا يدل على أن السعة الحرارية النوعية خاصية تميز كل مادة على حدة ولا تتوقف على الكتلة، وكلما زادت السعة الحرارية النوعية للمادة كان التغير في درجة الحرارة أقل. إذا السعة الحرارية كلما كانت أقل لمادة معينة بتختلف ما بين كل مادة ومادة، وإذا كانت أقل بصير التغير عندي ماله يا جماعة أسرع بكثير، وإذا كانت أكبر بصير التغير أبطأ زي ما شفنا في المية وفي الرمل. طيب نرجع إن شاء الله، إذا قلنا الحرارة النوعية للمواد زي ما شفناها بالفيديو السابق. الآن هنا بسأل سؤال، سبب انتقال الحرارة بين الأجسام هو اختلاف كمية الحرارة، صحيح أم لا؟ غلط. الآن أخذنا بالدرس السابق إنه الحرارة العليا بتعطي الحرارة الدنيا، فسبب انتقال الحرارة هو اختلاف درجة الحرارة وليس كمية الحرارة. شو العلاقة بين كتلة الجسم وكمية الحرارة؟ يعني ناخذ هذا السؤال وراح يجاوب عليه في السابق. مثلا عندي جسم كتلته 800 جرام بدي اسخنه من 20 ل 60، نفس الجسم من الماده نفسها 400 جرام من 20 ل 60، مين راح يحتاج كميه حراره اكبر؟ اكيد راح يحتاج ال 800 لانه كتلته اكبر، تمام؟ وراح يحتاج الضعف لانه هنا 400 هون 800، فاذا كلما زادت كتله الجسم زادت كميه الحراره اللازمه لتسخينه. هنا بقول لك الشراره على الرغم من انه حرارتها 2000 سلسيوس لكنها ما بتحرق الجلد اذا لمسته، هنا له دخل في موضوع الكتله، تمام؟ لان كتله الشراره صغيره جدا، فكميه الحراره اللي بتزودها للجلد قليله جدا فلا تحرق، مع انه درجه حرارتها عاليه جدا. جينا عملنا تجربه يا جماعه، جبنا رصاص وحديد والومنيوم، تمام؟ ووحدنا الكتله، خلينا كتله الرصاص 2 كيلوغرام، الحديد 2 كيلوغرام، الالومنيوم 2 كيلوغرام، وبدنا نرفعه 12 درجه سيليسيوس. يعني هذا مثلا
من 0 ل 12، من 0 ل 12، من 0 ل 12، بدي اغير درجه حرارته 12 درجه سلسيوس. طلع يا جماعه عشان ارفع الرصاص 12 درجه سلسيوس بدي 3120 جول، بينما بالحديد بدي تقريبا 3 اضعاف، بينما بالالمنيوم بدي تقريبا 7 اضعاف عشان ارفعه بس 12 سلسيوس. شو طبعا شو السبب؟ الان راح نشوف اللي هو السبب اللي هو المواد. نجاوب على السؤال الاول، وضح كيف تم استبعاد تاثير كل من الكتله والتغير في درجه الحراره. انه ثبتناهم عشان ادرس التغير في الماده، ثبتت الكتله، ثبتت التغير، غيرت في الماده، فقدرت ادرس مقدار التغير، لان الكتل متساويه والتغير في درجه الحراره كذلك ثابت. طيب شو العامل اللي سبب في اختلاف كميه الحراره؟ اللي هو نوع الماده، فلكل ماده حراره نوعيه مختلفه. شو المقصود بالحراره النوعيه؟ الحرارة النوعية، يعني آسف على عدم الوضوح، هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة درجة 1 سلسيوس، رمزها حانون، يعني حرارة نوعية تقاس بوحدة جول لكل كيلوغرام في سلسيوس. طب شو علاقة بين الحرارة النوعية للمادة وكمية الحرارة؟ طردية. طبعا كلما كانت الحرارة النوعية أعلى كانت كمية يعني لازم بصير عندي لازم أعمل كمية حرارة أكبر، واضح كيف؟ عشان أقدر أرفع درجة حرارته. نقرأها، كلما كانت درجة الحرارة النوعية للمادة أكبر لازم توافر كمية أكبر من الحرارة لرفع درجة حرارتهما. تمام؟ ليش بيستعمل الماء عشان يحفظوا فيه الطاقة الحرارية عند تسخينه؟ ليش بيضل بيحتفظ فيها؟ لأنه حرارة النوعية كبيرة على عكس الرمل زي ما شفناه في الأول. تمام؟ نشوف كمان هاي التجربة. مثلا يا جماعة عندنا معدنين، يعني مش بس على السوائل، عندنا هون مثلا معدنين، طيب عندي هون معدنين، خلينا نحط مقياس درجة الحرارة عليهم 2، تمام؟ هي حرارتهم تقريبا واحدة. الآن بدي أرفع درجة الحرارة على 2 بنفس الوقت. طلعوا يا جماعة لاحظ في اختلاف ما بين 2 في الوصول لدرجة الحرارة، وهو الأثر بالتحديد اللي بأثر اللي هو عن طريق اختلاف المادة اللي هو الحرارة النوعية لكل مادة. ونفس الشيء أنا عندي هون، طلعوا هذا ببرد أسرع من هذا، واضح؟ نفس الفكرة تماما زي ما شفنا في موضوع الماء والرمل اللي شفناها قبل شوية التجربة. خلينا شوي نرجع نشوفهم كمان شوية لما يرجعوا يبردوا. طيب شو هي السعة الحرارية؟ السعة الحرارية هي كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة الجسم بغض النظر قديش كتلته، ما لها دخل في الكتلة، سيليسيوس واحد. تمام؟ ما نعني بقولنا السعة الحرارية لجسم 2000 جول لكل كلفن؟ يعني بدي طاقة مقدارها 2000 جول عشان أرفع درجة حرارة الجسم 1 كلفن. طب شو العوامل اللي تعتمد عليها السعة الحرارية؟ الكتلة طردي والحرارة النوعية أيضا طردي. لو نشوف هون نرجع للجسمين، شوف هون يا جماعة راح قلت حرارته بشكل أسرع من الثاني وراح ينزل أسرع منه، لأنه أصلا حرارته عليت أسرع فبالتالي بتقل أسرع. هون نفس الشيء، عليت أقل فبالتالي بتقل أقل. طيب سؤال، الحرارة النوعية تعد صفة مميزة للمادة بينما السعة الحرارية ليست كذلك، وضح هذا القول. لأن السعة الحرارية تختلف باختلاف كتلة الجسم إضافة إلى نوع مادته، بينما الحرارة النوعية تعتمد على المادة فقط ولا تعتمد على الكتلة. طيب فسر سبب استعمال الماء في تبريد المحركات والمفاعلات النووية في إطفاء الحريق، اللي هو يا جماعة لأن حرارة النوعية للماء كبيرة فبالتالي بيكتسب حرارة كبيرة جدا من الأجسام الأخرى. هون نفس الشيء، لو أنت ماشي على الرمل، تمام، مش على الشاطئ، يعني على الرمل، بعديها رحت إيش؟ على المية، راح تجد أنه المية أبرد من الرمل. هون نفس الفكرة، لأنه حرارة الماء النوعية أكبر من حرارة الرمل، من الحرارة النوعية للرمل، فيكتسب الماء كمية من الحرارة لترتفع درجة حرارته قليلا، مما يعني أن تغير الحرارة يتناسب عكسيا مع الحرارة النوعية. واضح كيف الفكرة؟ زي ما شفنا في التجربة السابقة. طيب هون سؤال، سأل أحد الحجاج عن تلك المراوح الضخمة التي تنشر رذاذ الماء في أجواء الحرمين وأروقتهما، معتمدا على معرفتك بخصائص الماء الحراري، وضح كيف تتحقق الفائدة من المراوح. يعني يا جماعة هاي المراوح بيكون فيها رذاذ، هذا الرذاذ اللي بيطلع بيكون فيه معها مي، ليش بيستعملوا المي؟ خلينا نقرأ.
لأنه الماء يا جماعة بيكتسب كمية كبيرة من الحرارة، فترتفع درجة حرارته قليلا، لأن الحرارة النوعية للماء كبيرة، وفي المقابل تنخفض درجة حرارة الهواء لأنه يفقد تلك الكمية من الحرارة. فباختصار بكون عندي هواء سخن بنشر رذاذ الماء عشان يأخذ هاي الحرارة، لأنه كمية الحرارة النوعية تبعته، الحرارة النوعية تبعته عالية، فبالتالي بأخذ كمية حرارة كبيرة. وآخر شيء إن شاء الله برضو بنفرق فيه في كمية الحرارة، سخنت كتلتان متساويتان من سائلين ألف وباء باستخدام مصدرين حراريين متماثلين لرفع درجة حرارتهما 20 سلسيوس إلى 30. فاستغرق السائل ألف زمن يبلغ مثلي باء، هل زود اثنين بنفس مقدار الحرارة؟ فسر إجابتك، ثم أيهما يملك سعة حرارية أكبر؟ عندي هاي سائلين، تمام، سائل ألف وسائل باء، وأنا شو سويت؟ جيت سخنت اثنين، تمام، عشان أرفع الأول هذا من 20 ل 30، على فرض مثلا إنه أخذ 10 ثواني، هذا أخذ 20 ثانية. فالسؤال الآن، هل نفس مقدار الحرارة؟ الجواب أكيد لا. السائل ألف استغرق وقت، آسف، ألف اللي أخذت، ألف اللي قعد فيه 20 ثانية، وهذا قعد فيه 10 ثواني. الجواب لا، لأن السائل ألف استغرق وقتا أطول واكتسب كمية من الحرارة، وحيث أن التغير في درجة الحرارة متساوي والكتلة متساوية، فإن السائل ألف له سعة حرارية أكبر لأنه قعد وقت ضعفين وقت السائل ب. هيك إن شاء الله بنكون خلصنا كمية الحرارة، وبعدين إن شاء الله بإذن الله بالفيديو القادم راح نحل أسئلة على كمية الحرارة. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم.